بسم الله الرحمن الرحيم، برحب بحضراتكم. احنا في شهر شعبان وداخلين على شهر رمضان المبارك، وكلنا في حالة سباق ان احنا ننول رضا ربنا سبحانه وتعالى. ننتظر الشهور دي يمكن بتكون زي صحوة ان احنا نفوق لنفسنا ونرجع لربنا سبحانه وتعالى، ونتمنى انها تبقى طول السنة وما فيش حد فينا يخطئ ولا يعني يغلط، لانه في النهاية الخطأ هو الخطأ في حق نفسنا. ولكن ازاي ندخل شهر رمضان المبارك واحنا مستعدين ليه؟ بسم الله والحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. أعظم شيء أستقبل به شهر رمضان، أستقبل به قادم الأيام، أستقبل به كل لحظة من لحظات حياتي، وظيفة العمر التوبة. وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. تاب آدم وأقر بظلمه لنفسه. من أعظم الخطوات التي نبدأ بها التوبة الإقرار بأني ظالم لنفسي، الاعتراف بأني ظالم لنفسي. أيوه. لفت نظري يا أستاذة لمياء أنه سيدنا آدم اعترف بذلك، سيدنا موسى اعترف بذلك، سيدنا يونس اعترف بذلك، سيدنا النبي محمد أوصى بها صاحبه أبا بكر. نقول ده معلومة علمية خطيرة جدا. عايز أبواب ربنا تتفتح لك، أقرب أنك ظالم لنفسك جدا. لما سيدنا آدم عصى ربه وأكل من الشجرة قال لربنا إيه؟ ربنا ألهمه كلمات، الكلمات دي كانت سبب في توبة الله عليه، لأن ربنا تواب رحيم. ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه، إنه هو التواب الرحيم. الكلمات ذكرت في سورة تانية. إيه هي الكلمات؟ خليها معاك، اكتبها، احفظها، قولها صباحا ومساء، قولها في كل وقت. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. فربنا تاب عليه. سيدنا موسى فوكزه موسى فقضى عليه. لما عمل الذنب ده قال لربنا إيه؟ رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي، فغفر له، إنه هو الغفور الرحيم. أدي التانية. التالتة سيدنا يونس لما استعجل وخرج دون إذن وظن أن لن نقدر عليه وابتلعه الحوت، فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت، توحيد، سبحانك، تسبيح، إني كنت من الظالمين، استغفار. فاستجبنا له ونجيناه من الغم، وكذلك ننجي المؤمنين. سيدنا أبو بكر أعظم خلق الله بعد الأنبياء، يعني كل المرسلين والأنبياء يتكتبوا، خدنا خط رقم واحد من أولياء الله الصالحين من المبشرين بالجنة اللي أنزل الله فيهم قرآن يتلى إلى يوم الدين. أبو بكر، أبو بكر الصديق، بيقول لي سيدنا النبي يا رسول الله علمني دعاء أدعو به صباحا ومساء. فتخيل حضرتك سيدنا النبي يعلم أبا بكر إيه، وأنا بتكلم عن أبي بكر. قال له قل صباحا ومساء: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. العظمة دي، أربعة أدعية من أعظم ما يكون. احفظ الأدعية دي، سبب في فتح كل الأبواب. نقولهم تاني: دعاء سيدنا آدم، ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. دعاء سيدنا موسى، رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له. دعاء سيدنا يونس، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. دعاء سيدنا النبي محمد اللي علمه لسيدنا أبي بكر، اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. مش سامعيك. على دراعه. على دراعه. يعني أي حاجة بده منه يشتغل فيه. ألو. اتفضلي. هو يعني هي تعبت من المعاملة بتاعته ومن شتمته فيها وشايلها هم كل حاجة، وأسلوبه وحش خالص معاها. ايه التعامل معاه؟ طب هو ايه مشاكله معاها؟ بيتخانق معاها ليه؟ يعني اي حاجه تحصل يقول لها انت السبب، انت السبب. زي ايه؟ يعني حتى الحاجه الغاليه دلوقتي دي يقول لها انا هجيب لك منين؟ ماشي على جد كده يعني. هو الظروف على قدهم. ايوه. طب ما هو ممكن يكون هي بتطلب منه حاجات هو الراجل مش قادر يجيبها. لا والله، والله ما بتطلب حاجه. يا ريتها بتطلب، يا ريتها كانت بتطلب. ما انت بتقولي اهو يعني بتطلب 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 اللي هو يعني الحاجه العاديه، مصاريف، مصروف، حتى المصروف مستخسره. معاه ولا ما معهوش؟ اصل ربنا يعافينا ويعافيكي،
بيصرف على حاجات تانية. بيشرب؟ طيب بدك سمعاني؟ سامعاك. طب انا ممكن اطلب من حضرتك بعد اذنك. خليها تحدد سؤالك. انت عايزه، انت سؤالك ان انت عايزه تعرفي تعمل معاه ايه؟ ايوه. طيب عندك اي سؤال تاني؟ بعد اذنك. ايوه اتفضلي. الله يكبر بخاطرك، تكلميني، انا عندي عمليه محتاجه اعملها وعايزاك تساعديني. الله يكبر بخاطرك. سيبي رقم تليفونك بس في الكنترول. طيب هي بتطلب منه مصاريف للبيت، انا ما سالت هو قادر ولا غير قادر، معاه ولا ما معهوش، بس هي بتقول ان هو بيشرب. هو ربنا سبحانه وتعالى امرنا بالانفاق على الاهل والزوجه والاولاد، قال الله عز وجل لينفق ذو سعه من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. طيب الأمر الثاني، حديث النبي صلى الله عليه وسلم درهم أنفقته في رقبة، يعني هتعتق بها حد من العبودية، ودرهم أنفقته في سبيل الله في الجهاد، ودرهم أنفقته على فقير، ودرهم أنفقته على زوجتك وأولادك، أعظمها أجرا إلا أنفقته على زوجتك وأولادك. وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول ابدأ بمن تعول، وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللقمة تضعها في فم زوجتك وأولادك أعظم صدقة عند الله، ويحذر من التهاون بهذا، فيقول سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول. يعني أكبر ذنب يعمله الإنسان يقابل به ربنا بعد الإشراك بالله إنه يأثر في المسؤولية اللي عنه ويكون قادر، يعني يكون معاه ويبخل. كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت، مجرد ما طلق زوجته نسي ولاده وجري ورماهم ومشي. ماشي، انت هربت منها من الست دي، هتهرب من ربنا ازاي؟ طب انت فشلت ان تكون زوجا، ليه تفشل ان تكون ابا؟ ما هم ولادك، يعني معك زوجتك، طلقتها فهم اولادك، مش هيروحوا منك ابدا. فاحنا بنقول لكل واحد ان يتقي الله في المصاريف على البيت، ويتقي الله عز وجل في انه احتياجات ولاده وزوجته قبل اللي هو بيعمله ده، يعني هو لو بيشرب مخدرات يتقي الله تبارك وتعالى، ده من اكبر الذنوب. ده ربنا بيقبل كل الناس الا المدمن، الا ان يتوب في اي شيء طبعا، الا ان يتوب. هو هي بتقول انه بيشتغل على دراعه، يعني راجل من اسيادنا الفقراء على قد حاله، فالجنيه يتصرف على البيت مش يتصرف على سجاير ولا يتصرف على مخدرات، لا. والزوجه تكلمه بالراحه وتحاول معاه بالراحه، تحاول معاه انه يشتغل، تحاول معاه انه يصرف على بيته عشان يكفي بيته. اسال الله عز وجل ان يوسع ارزاقنا أمين جميعا. امين يا رب، امين يا رب. مدام نهال. الو. اهلا بيكي، اتفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. بعد اذنك كنت عايزه اسال بس فضيله الشيخ، عندي برضو مشكله مع زوجي من زمان. انا بقالي حوالي 10 سنين متجوزه. يعني هو طبعه صعب جدا، من النوع اللي كان عايز اولاد كتير وكده، فجبت 6 اولاد. مهم يعني الموضوع انتهى بين اني جالي الكانسر، والكلام ده من 4 سنين تقريبا، من الثدي المخ الكلام ده، ولسه لغايه دلوقتي بتعالج من الامراض دي. بس انا دلوقتي انا في مشكله دلوقتي ومش موجوده، يعني سبت البيت بقالي فتره، ويعني اللي هو تعبت اعصابي، مش متحمله ان انا اكمل في الـ في الـ في الموضوع دوت. ايه المشكله اللي بينك وبينه؟ ليه سبتي البيت؟ هو طبعا صعب، غلط فيا جامد، سب دين بقى وشتايم مش كويسة، وعيرني بمرضي. يعني أنا كان بيبقى عندي، يعني جاء علي وقت كده كنت تقريبا شبه غيبوبة بسبب المخ وكده، فكنت يعني بعمل تصرفات مش كويسة أنا مش حاسة بيها، فهو للأسف كان بيعيرني بيها. غلط في والدي الله يرحمه، وغلط في أمي، في أخويا اللي هو يعني وأختي. هو مش مستحمل مرضك؟ هو بحالات صراحة، يعني عشان أنا بس يعني برضو ما ظلموش، هو وقف جنبي في أوقات كتير، لكن اوقات تانية كتير كان بيستكتر عليا حوار ان هو كتر خيره ان هو واقف جنبي، شايلني مثلا من فكرة حساباته اللي هو كمصاريف علاج او كده، اللي هو شايف ان اهلي هم اولى بيا بمصاريف علاجي، هو كتر خيره ان هو يصرف على اولاده. وهو مقتدر؟ يعني هو لو عايز
بس هو شايف انه لا، يعني هو كتر خيره ان هو يعني يقدر يكمل مع اولاده. انا بقى ليا اهلي وليهم معاش ومش عارفه ايه، فهم اللي يعني ايه يتكفلوا بالك. ولادك قد ايه؟ عندي يعني من اول 12 سنه لغايه اخر حاجه سنتين كده تقريبا. تمام. فانا دلوقتي كمان المشكله يعني، او مش مشكله، انا الحمد لله ربنا يسر لي طلع عمره في اواخر شعبان، وفي ليله النصف من شعبان كمان. فانا عارفه ان الحاجات دي يا رب. فانا دلوقتي عارفه ان طبعا ما ينفعش ان يبقى فيه مشاحنات والكلام ده. انا مش عارف، انا مش مستوعبه. انا عندي برضو كمان بتعالج نفسيا. حضرتك لسه على ذمته ولا اتطلقتي؟ لا لا، لسه هو استأذنت منه وانت طالعه العمره؟ طبعا هو عارف اصلا، هو اللي كان بيقول لي. لا استأذنتي؟ سيبك أيوة. من كلمه عارف. لا ايوه هو عارف، وقلت له استأذنتي يا هانم؟ ايوه يا شيخ. تمام. ايوه يا شيخ. انا هو يعني هو اساسا كمان هو اللي كان بيقولي على الكلام ده. بس انا طيب المشكلة، ما رجعتيش بيتك ليه؟ شايفه ان هو مستكبر. ان قلت له طب ماشي ارجع مثلا لاهلي وكده، فهو مستقل باهلي، شايف انه لا مين دولت اللي انا اكلمهم وانا كده. انت عايزاه يعمل ايه مع اهلك؟ كنت عايزه ان احنا نتكلم، ان هو يجي نتعاتب مثلا. شوف هو انت ايه الموقف اللي خلاك سبتي البيت ومشيتي؟ يعني انا الصراحه مش عارف يعني احكيه. هو دلوقتي يعني حاجه، يعني هو اساء ليا جامد ماشي، واهاني جامد والكلام ده. وعلى مدار ولا معايا يا فندم؟ معاه هو. وابتدى يعني سايباله عيل سنتين يا فندم؟ لا، ما هي جدته قاعده معاه. يعني جدته؟ انت سايبه ابنك اللي عنده سنتين وقاعده عند اهلك؟ تمام يا فندم. كملي. بس فانا دلوقتي هو يعني بقالك قد ايه سايبه البيت؟ يعني بقالي اسبوعين تقريبا، بس بروح لهم من وقت للتاني. يعني انا ما سبتهمش خالص، يعني من وقت للتاني بروح لهم واقعد معاهم وكده. طب وانت شايفه انه الحل انك كنت تسيبي البيت وتمشي؟ هو يعني شبه طردني. هو اللي قال لك امشي؟ قال لك ايه؟ بيجيب الغلط عليا، ان انا اللي غلطت فيه وانا اللي مش عارفه ايه. بتقول شبه طردني. يعني ما انا عشان كده بقولها قال لك ايه؟ يعني ايه بالظبط طردك؟ يعني ايه؟ يعني قال لك ايه؟ قال لك امشي روح عند اهلك، ما تقعديش هنا؟ يبقى شبه طردك زي ما هو طردك اهو. يعني هو يعني هو ان هو فضل يضغط عليا اللي هو يعني انت مالكيش حاجه هنا، لدرجه ان هو يعني حتى ما رضاش يديني يعني حاجه احط فيها هدومي. يعني هو شبه طرد، يعني هو اللي هو ممكن مش عايز يديكي حاجه تحطي فيها هدومك عشان ما تمشيش. لا هو اللي هو عندي يعني انت مالكيش حاجه هنا كده يعني. طب حضرتك عايزه تسالينا في ايه بالظبط؟ احنا دلوقتي على خلاف. هل انا يعني هتحاسب ان هو ان احنا يعني متخاصمين؟ انا دلوقتي جاي داخل على نص من شعبان، انا رايحه ان شاء الله العمره، مش عارفه ايه اللي هيحصل من هنا لساعه العمره، مش عارفه يعني. فانا يعني فكره ان انا اروح اعمل عمره واحنا على خلاف، هل ده ايه يعني، حرام ولا حلال ولا ايه الوضع؟ تمام يا فندم. وبعدين انا فعلا يعني انا مرضي هو اوقات كتير ما بيستحملنيش في مرضي، اوقات كتير كان بيعيرني بيه، واوقات كتير وقف جنبي برضه عشان الحق يتقال. عايزه ترجعي ولا مش عايزه؟ بس اللي هو بس يعني يراضيني ويرد لي كرامتي بس، مش اكتر. يعني هو ده اللي انا طالباه منه، اللي هو يعني المعامله الكويسه، اللي يعني يحترم اهلي ما يغلطش فيهم كده بس. يعني انا اتمنى طبعا اروح لولادي. انت كلمتي انت وهو؟ لما قلت له تعالى وقابل اهلي وكده، قال لي يعني، وعرفت بقى بعد كده يعني ان هو يعني شتم عليهم والكلام ده. عرفتي من مين؟ حد من ولادي هو اللي وصل لي الموضوع ده. طيب حاضر. طيب تابعينا مدام نهاية، اتفضلي حضرتك. شوفي حضرتك، رقم واحد ينبغي سماع الطرفين طبعا. تمام. لانه الراجل لا هو عليه، وهي قالت هذا الكلام. رقم اثنين، اولى بها من انها تدور على انها روح العمره ولا لا، انها ترجع لبيتها. يعني تربيه ولادها، انها تقعد في وسطيهم، وانها ترجع للولد ولا البنت اللي عنده سنتين، واولى من اللي هي بتقوله ده حضرتك طبعا. الامر اللي بعد كده كارثه كبيره جدا، الجمله الاخيره اللي هي عيالها بينقلوا لها الكلام. يعني بتربي العيال على نقل الكلام، على النميمه. بيتكلموا على مين؟ على ابوهم. ده طبعا ده كلام يعني انا اسف، واحيانا بيبقى بدون قصد، هما بينقلوا كلام غلط. يعني ممكن يكون ما شتمش، ممكن ما يكون يعني، اصل اللي هينقل لك ده عنده كام؟ عنده الكبير اللي عنده 12 سنه طفل. كارثه. يعني رقم واحد يا سيدتي الفاضله، ارجعي ربي عيالك،
ده مش عيل ولا اتنين، دول ستة. بقيلك 10 سنين مع هذا الرجل، جاية دلوقتي تقولي أصله فيه وفي الزمان بعد 10 سنين بعد ما خلفنا 6 عيال؟ ما نتحمل بعض يا جماعة. رقم 2، بقول للزوج احترم زوجتك وقدر زوجتك وقدر أهلها. أيضا الراجل بيبان في الأزمة. هو يعني هما الاتنين عليهم غلط طبعا يا فندم، بس أنا عايز أتكلم على نقطة مرضها وتعبها. طبعا قالت إن هو شالني، غلط مرة نعدل بعض، ما نعلقش لبعض ونمسك على الكلمة. والراجل بجد اللي متجوزها راجل بجد في الأزمة يقف جنبها في الأزمة، حتى لو مختلفين لا أقف جنبها لحد ما تعدي الأزمة. ففيش حاجة اسمها أصل زوجتي أول ما تمرض أهلك اللي يعالجوك، لا طبعا، ده متجوزة راجل يدور على علاجها ويقف جنبها لحد ما تسترد صحتها. دي مسؤوليتك مش مسؤولية أهلها. وشكرا لله عز وجل أن ربنا سبحانه وتعالى منجيه من هذا المرض ويقف جنب زوجته. ينفعش ترجع لأهلها؟ طب خلي أهلها، الأب والأم ماتوا وكل أخ في بيته، هتسيبها لمين؟ مين يشيل؟ لا طبعا الكلام ده ما ينفعش ابدا، وليس من الرجوله ولا المروءه ولا الشهامه ولا النخوه. الامر اللي بعد كده، الزوج له مميزات، ما جيش على غلطه وامسكها واروح بيت اهلي وتجيني وتعتذر لاهلي وتراضيني. لا لا، احنا ايه ده؟ طب ما هو الراجل ممكن يعند، وارد جدا. الطريقه دي ما تنفعش ابدا ابدا باي حال من الاحوال. هما الاثنين ناضجين بما فيه الكفايه، يقعدوا مع بعض يراضوا بعض. مش معنى ذلك ان هما ما يراضيهاش، لا، يراضيها ويرد لها كرامتها، هما الاثنين مع بعض، ويرجعوا يلموا شمل البيت. ثم بعد ذلك تدور على عمره، تدور على ليله النصف من شعبان. لكن الكلام ده بيتقال ده غلط. ما هو ربنا سبحانه وتعالى بيغفر لكل الناس في ليله النصف من شعبان الا المتشاحنين. واللي بيروح لعمره وهو متشاحن مع حد وهو ظالم، يعني لو هو متشاحن مع حد وحاول يصالحه والحد ده مرضيش، خلاص هو خرج من الدائره مقبوله ان شاء الله. لكن انت رايح وانت متشاحن وانت عندك غلط غير مقبوله، ده كارثه. فلا بد ان احنا نزيل الشحناء والبغضاء. والشحناء دي مش شرط انه يكون صله رحم، لا مش شرط طبعا، لانه سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم حذر من الشحناء، يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدا بالسلام. فاحنا محتاجين نخلي بالنا من ده، نخرج الشحناء من قلوبنا، نخرج البغضاء من قلوبنا، نخرج الكراهية من قلوبنا. ده أكتر حاجة تقربنا من ربنا سبحانه وتعالى. إنما العناد اللي حاصل ده ما يرضيش ربنا سبحانه وتعالى أبدا بأي حال من الأحوال. بدور على إيه؟ قبل ما أدور على العمرة أصلح من شأني ومن بيتي ومن أولادي. ده نقطة مهمة جدا. نرجع للأصول. أنا منتظرها تقول لي أرجع ولا ما أرجعش. طب أعمل إيه عشان أرجع؟ قبل ما تقول لي على العمر، البيت اهم يا جماعه، البيت فرض. الاولاد اللي موجودين دول والطفل الصغير اللي عنده سنتين. طبعا اسال الله انه يصلح الاحوال ويجبر الخواطر. امين يا رب. مفيش حد فينا ما بيعملش ذنب، كلنا بنخطئ وبنرجع لربنا سبحانه وتعالى. ولكن ايه هي مكفرات الذنوب؟ شوفي حضرتك، مكفرات الذنوب ما شاء الله لا حصر لها. كل طاعة لله مكفرات ذنوب. الصلاة مكفرات ذنوب، الوضوء مكفرات ذنوب. يعني شوفي لما سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول من توضأ فأحسن الوضوء خرجت خطاياه حتى تخرج من تحت أظفاره. فمجرد ما بتوضى الذنوب اللي اتعملت بالوجه نزلت مع قطرات الماء، وانا بتوضى الذنوب اللي اتعملت بالايد خرجت مع قطرات الماء. مش معنى ذلك ان نعمل ذنوب، لكن انا عايز الناس تشوف قد ايه رحمة ربنا واسعة جدا. لما بتوضى واصلي بغسل نفسي من الذنوب. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم